سلام بنات، مرحبا بكم في ماي شانل هند عشان الهند. نتمنى انكم تكونوا في احسن حال يا ربي. واخيرا عدنا لكم من جديد لظروف خاصه نعتذر عليها. على اينا البنات، انا جيت وجيت معايا الجديد. هذه واحد المكازا كاينه في تيكي وين، اللي بغى يعرفها بالضبط فين كاينه يكتب لي في كومونتير وانا غادي نجاوبو. كما قلت لكم كاين الجديد، شي حاجه زوينه بزاف، لا في الزليج تاع الارض ولا تاع الدوشات، زعما شي حاجه غزاله عندهم. انا ما كنديرش لهم اشهار، ولكن كنقول الصراحه حنا هما عاد من تقدينا للدار كلشي. جيت هاد المره ولقيت عندهم الجديد فتح جارت وفي زليج على الارض، زليج اللي كنا مولفين هادي عامين ولا ثلاثه، خرج واحد النوع اخر نيت في نفس الشكل تقريبا، غير كان هو كبير على شكل الرخام. يعني ممكن مستقبلا تستغناو على الرخام وديروه غير هوايا، سواء في الارض او في الدوش كيطلع شي حاجه توب الصراحه. بها هو كما قلت لكم، هو هذا فيه الاشكال والالوان، غزال 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 الصراحه، حمقني. وكنظن بلي غيعجبكم حتى نتوما، زعما شي حاجه زوينه بزاف. على اين هاد لا فيديو البنات، هو فيه جوج حاجات. الاول فيه هاد المكازا الخاصه بالزليج ولافابوات والمرايات وداكشي، والجزء الثاني البنات فيه هذا، فيه الترياس تاع المطابخ او لا غرف النوم تاع الناس الكبار او الوليدات الصغار، وتاع الصالونات العصريه شي حاجه مودرن، وكاين حتى الكلاسيك، شي حاجه زوينه بزاف الصراحه. نتمنى لا فيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس. غتقولوا لي كتزربي في الهضره وبغيتي دغيا تسربي لا فيديو ولكن لا، بغيت نحرق لكم مراحل، بغيت نعطيكم شي هذا شي معلومات صغار وصافي، هادشي اللي كاين. نتمنى كما قلت لكم لا فيديو يعجبكم، ويلا نخليكم نتلاقى معكم باش نوصلوا لبريكوما. وهنا البنات رجعت معكم من جديد. هادو هما التريات اللي قلت لكم، شي حاجه غزاله الصراحه، شي حاجه كلاس 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 كلاس. انا الصراحه عجبوني، وكنظن حتى المتابعات ديالي غيكونوا كيعجبهم، حيت ذوقي من ذوقكم. نتمنى البنات نكون عند حسن الظن ديالكم، وما يكونش ذوقي ماشي شتا ليه خويب. على اين بريكومه هادي اللي كاينه في دوبل فوا، بريكوم وحده اللي كاينه في كادير كنظن، وحده دوبل فوا طريق مراكش. شنو نقول لكم الصراحه في بريكوم هادي، انا ما كنديرش لهم اشهار، ولكن نقول لك كاين صراحه اي حاجه، اي حاجه قلتي لهم عطيها ليا او طلبتيها كتلقاها عندهم، سواء واخا طلب منها حتى 20 حاجه غادي يجبدوها لك عندهم تبارك الله. كاين عندهم يتقال كما كيقولوا، ماشي يقول لك لا ما عندناش ولا تسالات ولا حتى ما نعرفين، لا كل شيء كاين عندهم الصراحه. والاثمنه في المتناول ما بين 1700 800 درهم 900 درهم 300 درهم 250، على حسب انت اشنو بغيتي. بالنسبه للترياد الصالونات شي حاجه الصراحه زوينه، ديال بيوت النعاس كذلك مثال. ها انتم هنايا المره الاولى بانو ترياس الصالونات عصريين، دابا بان عاوتاني داكشي شويه كلاسيك، شي حاجه زوينه لبيوت النعاس او لا شي صالون هكا بغيتي تحلقي عليه كما كنقولوا.
سواء هادوك تريات صغار ديال لي كوان، سواء تريات الكبار، كاينين متوسطين، كاينين على حسب الذوق ديالك، وشنو 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 كيعجبك. زعما شي حاجه زوينه بحال دابا هادي دايره 700 وشي حاجه، 700 درهم وشي حاجه. كاين لو شوا كيما قلت لك، عطى الله الخير صراحه، والازمنه كيما سبق لي وقلت لكم في المتناول. كاينين كاع الالوان تقريبا، كاع الشكيلات، اللي كيبغي الوان غامقين مفتوحين، اللي كيبغي لوينات مبهجين، اللي كيبغي عطى الله عطى الله ما يتشاف. كما قلت لكم بالنسبه لهذا البيوت لوليدات الصغار، حتى هما عندهم تريات زويونين وشكيلات غزالين بحال هكا كما كتشوفوا دابا، عطى الله ما يتشاف. نقول لكم نعاود نقول لكم بلي لا فيديو كيعاود راسو، ما يحتاج شرح. انا اللي بغيت نقول لكم انه فيه لو شوا، بريكوما فيها لو شوا، فيها ازمنه، مهم في المتناول، مناسبه تقريبا. كنتمنى لكم جوله ممتعه، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو شويه، خديتوا فكره على الجديد في السوق. وهنايا البنات الجهه الثانيه اللي خاصه بالتريات، شي حاجه واعره عاوتاني. كما قلت لكم قبيله شفنا الصالونات، تريات الصالونات العصريين، من بعد شفنا المطابخ، ودابا ديال الصالات وديال بيوت النعاس. عاوتاني هاد لي كوان ممكن ديري حتى في بيت النعاس، على حسب ذوقك انتي وشنو كيعجبك وشنو تبغي يكون عندك، وعلى حسب الاضاءه اللي عندك في البيت عاوتاني، واش بغيتيها تكون ناقصه او لا مجهده او لا على ايين. كما قلت لكم كاين لو شوا بزاف. ونجيو لهذا الجزء البنات، الجهه الخاصه بالمطابخ او لي صالا مونجي، وفيهم حتى تبع الدروج، الدخيله تاع الدار او لا، حتى هما كاينين. وكاين عاوتاني واحد التشكيل زوين عجبني بزاف، اللي هو هذا تاع بحال شكل بيكالا، فيها جوج بولات، زوين زوين الديكور صراحه، شي حاجه جديده عاوتاني ما دايراش. داير تقريبا 319 درهم، 339 درهم ولا 395 درهم وقيله، ما عقلتش، ما باينش ليا مزيان. كاينه في الكحل وفي البيض، كاين شكيلات بولات على شكل شبيكات، على شكل روايض، على شكل ولاو الصراحه كيبدعوا. هذه اللي في البيض دايره 331 درهم تقريبا، اللي في الكحل غلى منها بشويه تاع الصرف على ايين. كاينين بزاف كما قلت لكم شكيلات، كاينه هذه اللي فيهم بحال الريش زوينه. كاينين هادو اللي كيكونوا ثلاثه مع بعضياتهم ملونين، اولا وحده طويله وحده متوسطه وحده قصيره. عطى الله الصراحه ما يتشاف.
وهنا البنات غنقول لكم كنتمنى تكون الجولة ممتعة وتكونوا استفدتوا ولو بأفكار بسيطة من هذا الفيديو. نخليكم ونقول لكم باي باي حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوناش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والناس اللي عندي كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، وتحية كبيرة لكم. ما تنسوش التعليقات المحفزة ديالكم وارائكم بطبيعة الحال، ولا بغيتو تشوفوا شي بلاصة تانية في اكادير كتبوها لي في التعليق ونمشيو لها ان شاء الله. يلا حبيباتي، باي باي، تهلاو في راسكم، سلام.